انطلقت اليوم بالجزائر أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز بمشاركة دول المنتدى ومنظمات دولية وإقليمية هامة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. افتتحت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز وسط توقعات بتنظيم فعلي لسوق الغاز بما يخدم التوجه العالمي للانتقال الطاقوي. الدول المنتجة اتحدت وكانت لها رؤية موحدة من أجل جعل السوق أو آلية السوق هي التي تتحكم في سعر الغاز. هذا أدى بالضرورة إلى التفكير في وجود تكتل في تقوية هذا المنتدى، في لم أقول لك لم الشمل على الأقل من الناحية الاقتصادية. شهد اليوم الأول اجتماعات مطولة لفرق العمل رفيعة المستوى للتحضير لمسودة إعلان الجزائر والتي تهدف إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة عالميا. فالقمة اليوم في الجزائر لها تحديات ورهانات كبيرة بما أن السوق العالمي للغاز الطبيعي أصبح أكثر أهمية وأكثر أيضا تنافسية. فالمشاركين في هذه القمة هم معظمهم من ما يسمى بالجنوب الكبير Global South، ويمكن القول أن أحد الأهداف هو تعزيز الشراكة جنوب-جنوب التي هي أساسية في وضع الغاز الطبيعي كعنصر هام في مستقبل الطاقوي للعالم. تحديات كبيرة تنتظر المشاركين قصد بلورة رؤية مشتركة للتخطيط والإدارة المثلى للموارد ودعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على ثرواتها. مشاورات دقيقة وملفات هامة تنتظر وزراء الطاقة لدول المنتدى في اجتماعهم غدا الجمعة، والرهان هو الوصول لخارطة طريق مشتركة يلتزم بها الجميع للسنوات القادمة. حكيمة دماز، تلفزيون دولة الكويت، الجزائر.